عدوان يجتاح الجيش التركي حدود العراق وأرضه بالأسلحة الثقيلة والخفيفة، يتجولون وينشئون قواعد عسكرية ويستهدفون مناطق متفرقة في محافظة دهوك. يبدو مع الأسف تركيا تستغل الأوضاع العراقية التي يمر بها والظروف والتحديات والمعطيات، مما تتدخل بحجة أن المعارضة المسلحة الكردية موجودة على أرض العراق، بل وصلت أن تنشأ قواعد وجيوش وتستخدم أسلحة ثقيلة في أرض العراق، ومن ثم هناك قصف على كثيرا من المناطق من دهوك وما دهوك، وسببت لنا كثيرا من حرق المحاصيل وأضرار كبيرة، وهناك تعطيل. على الحكومة أن تستغل المنافذ والمنصات الدولية كالأمم المتحدة، مجلس الأمن، الجامعة العربية، المؤتمر الإسلامي، أن تضع حد لهذا التدخل. استغلال لوضع العراق وعجزه عن ملاحقة حزب العمال، هكذا يقال في قراءة لاتفاق مسبق لم يعلن عنه، نصه إما تخلص من المجاميع المسلحة أو تتصرف تركيا كما تشاء. صمت الحكومة الاتحادية وصمت إقليم كردستان عدا بعض الشخصيات، من فعلا هناك اتفاق مسبق. احتلال دهوك والتمركز في العمادية تحديدا، هذا طبعا نوع من أنواع الاحتلال، وربما هناك من يتضرع به أنه اتفاق بين أردوغان وبين السيد السوداني عندما زار العراق بتحييد البككة أو حزب العمال الكردستاني، ولكن هناك تحذيرات يعني من تركيا بأنه في حال لم تستطع الحكومة العراقية تحييد حزب العمال الكردستاني وعدم الاكتفاء بحظر نشاطات هذا الحزب، سوف تتدخل تركيا. تركيا تجتاح من جهة، والولايات المتحدة تصرح من جهة أخرى بضرورة التنسيق ما بين الطرفين، والعراق يتحدث عن تنسيق لم يعرف شكله أو مضمونه أو حتى حقيقته. السماء والأرض في شمال العراق متاحة للأتراك، إنزال جوي وقصف أيضاً، ودخول للعجلات العسكرية وتجوال في الشوارع، انتهاك للسيادة صارخ. ليس ذلك فحسب، بل هو مستمر ويتزايد يوماً بعد آخر. عمار غسان، قناة الرشيد، بغداد.